التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لمتابعة ملفات عمل الهيئة. واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 من مارس 2024، مشيرا إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار. كما استعرض رئيس الهيئة الموقف المالي للهيئة مقارنة بالأعوام الماضية، والذي يؤكد زيادة الأرباح نظرا لزيادة المشروعات المنفذة.